برحب بحضراتكم في حلقة جديدة وفيديو جديد. هنتكلم فيه النهاردة عن أهم النصائح والتحذيرات والتوقعات العاطفية. يعني النهاردة احنا مركزين على اللوف فوركاست لبرج العقرب شهر نوفمبر، من دلوقتي لحد نهاية نوفمبر 2023. طيب، وايه المشاعر اللي هيكون حاسس فيها برج العقرب؟ مين الشخص القادم في حياته العاطفية؟ وكيف يشعر تجاه البارتنر بتاعه؟ قبل ما ابتدي في الفيديو، بليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو بتتابعوني من جوه مصر، او لاف للفيديو لو بتتابعوني من بره مصر. قولوا لي اخبار الطقس عندكم ايه، عشان احنا عندنا هنا رياح واعاصير وعواصف وزعابيب، فربنا يستر على مصر كده لان الجو برد قوي يا جماعه. طيب، برج العقرب، الشمس لسه موجوده عندك النهارده يوم 19، من دلوقتي لحد يوم 22 بالليل، ومن يوم 23 الشمس وكمان المريخ هيتنقل لبرج القوس. فطبعا انت الفتره دي كويسه بالنسبه لك، حاول تستغلها. الا ان اكتر طاقه مسيطره على برج العقرب يا جماعه الفتره دي هي طاقه القلق. عندك طاقه قلق، او عندك طاقه يعني خوف من المستقبل. يعني انت شويه قلقان، شويه مرتبك، بتفكر كتير قوي، خايف على اي حاجه ليها علاقه بالمستقبل. يعني انت خايف بحاجات ليها علاقه بالمستقبل، وعندك مخاوف كتير قوي قوي يا برج العقرب. انا شايفه ان انت محتاج تاخد بريك شويه، محتاج تعمل ريلاكسيشن، محتاج تسافر في مكان كده تتبسط فيه. يعني حاسه ان عندك اوفر ستريس، فمحتاج الفتره دي يا برج العقرب ان انت تغير جو، تاخد تسافر، تعمل حاجه كده ريفرشمنت بالنسبه لك. طيب، ماذا تشعر ناحيه الحبيب بتاعك ومن الشخص القادم في حياتك؟ انا شايفه ان انت يعني ممكن الفتره دي تقرر الانفصال او تقرر البعد عن شخص موجود في حياتك. يعني عندك نهايه وبدايه برج العقرب في حياتك العاطفيه، او في علاقه انت هتديها ظهرك، او هتبقى خايف من الفيوتشر بتاع العلاقه ده. يعني انا شايفه ان في كانك عندك ارتباك كده، عندك عدم استقرار. فشايفة ان انت هتاخد وقت كتير قوي قوي الفترة دي، او ان انت بتفكر كتير قوي عن مستقبل علاقة عاطفية انت موجود فيها. في علاقة عاطفية انت موجود فيها يا برج العقرب، انت قلقان من التوابع بتاعتها، قلقان من ايه اللي هيحصل بعد كده، فعمال تفكر وتمخمخ وتقول طب امشي ولا افضل، طب هل افضل ان انا افضل مع الشخص ده ولا الافضل ان انا اسيبه. فعندك افكار كتيرة قوي تجاه الشخص ده، بس انت بتحب الشخص الموجود في حياتك ده، ياس بتحبه وهو بيحبك جدا، او مشاعر الشخص ده حقيقيه من ناحيتك، بس انت مشكلتك معاه ان انت خايف ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. يا جماعه، الحجز استشاره خاصه او قراءه خاصه بليز تبعته على الايميل. بليز كمان تقولوا تحبوا نتكلم عن ابراج ايه. النهارده اتكلمنا عن العذراء، واتكلمنا عن العقرب، اتكلمنا عن الجدي، واتكلمنا عن الجوزاء والاسد. اختاروا برج تحبوا نتكلم عنه بالتفصيل. بعدين بقى يا جماعه قولوا لي ايه رايكم في الرموش بتاعتي، عشان انا مركباها رموش دايما. بصراحه يعني قولوا لي، وهعمل لكم ريكومنديشنز لحد تبعي بيعملها حلو جدا جدا جدا. طيب، انت حاسس يا برج العقرب ان انت لو انت في حاجه انت خلاص مش عايز تكمل، كانك عايز تبتدي بدايه جديده، او كانك مش مبسوط في الحاله العاطفيه اللي انت موجود فيها دلوقتي، او ان انت مجهد، او انت بتدور على استقرار اكتر. فشايفه ان you are not feeling excited في الريليشن شيب اللي انت فيها يا برج العقرب، عشان كده ممكن يكون عندك نهايه علاقه عاطفيه وتبتدي بدايه جديده. اما الشخص اللي معاك يا برج العقرب، فهو حاسس ان هو مش واثق فيك، مش واثق في الانتنشنز بتاعتك من ناحيته، او انه خايف ان انت تسيبه في اي وقت من الاوقات. الشخص ده مقلق منك قوي يا برج العقرب، وحاسس ان انت ممكن تسيبه في اي لحظه، او ممكن تمشي وتسيبه وتبعد عنه. يا جماعه، لاول مره تتابعوني، بليز ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا فولو وتفعلوا الجرس عشان يجي لكم نوتيفيكيشن لاي في اي وقت احنا بنعمل فيه فيديوهات. طيب، الشخص ده انا شايفه ان هو بيفكر، يعني عايز اعرفك على اهله، عايز يعمل ابجريد للعلاقه، عايز يعمل بلانز معاك. يعني هو مبهور بيك يا برج العقرب. وكمان شايفه عندك عرض حب من شخص جديد. يعني انت هتبقى جذاب جدا الفتره دي، هيبقى شكلك حلو، مهتم بشكلك، مهتم بالنيو لوك، بتعمل حاجه جديده في حياتك. يعني ممكن مثلا تغير شعرك، تغيري لو انت ست تقصي شعرك، تطولي شعرك، تعملي نيو لوك، هيبقى شكلك جذاب قوي. هو عندك عرض، او لو انت ست العقرب او رجل العقرب، عندكم عرض زواج من شخص قادم من الماضي. يعني في شخص هيجيلك من الماضي هيعرض عليك عرض زواج، او عندك كذا عرض حب بقى، فانت هتبقى محتار قوي قوي. طيب، الشخص او البارتنر بتاعك سعيد معاك جدا يا برج العقرب، وحاسس ان انت في كل حاجه هو بيحبها، وحاسس ان انت الكومفورت زون بتاعته، ففكره ان هو يسيبك مش موجوده عنده. بالعكس، انت اللي ممكن تدي ظهرك للعلاقه دي، او حاسس ان انت
يعني انت اللي ممكن تدي، والشخص ده حاسس ان انت خلاص مش هتفضل في العلاقه دي فتره كبيره، بالعكس انت هتسيبه وهيمشي. فالشخص ده شاكك في نواياك وحاسس بالخوف كده ان انت ممكن تمشي في اي لحظه، مش قادر يديك الامان. انت حاسس من ناحيه الشخص ده بالحيره الشديده، يعني انت مش عارف، عارف مش حاسس ان دي السعاده الكامله اللي انت بتدور عليها مع الشخص ده، فانت حاسس ان في حاجه ناقصه، فكل ما بتقرب منه تشوف لا في حاجه غلط. انت شايف ان الشخص ده شخص متحفظ، شخص محترم، شخص كويس، طيب، حنين، هو بيصعب عليك يا برج العقرب، او انت شايف ان في صفات كتيره انت بتحبها، فكل ما كنت بتحاول تسيبه كنت بتحس ان انت مش قادر تبعد عنه، لان انت شايف ان في عنده صفات كويسه جدا جدا. فانت في قرار هتاخده، مع ان القرار ده هتاخده بعقلك، مع ان قلبك مش متفق مع هذا القرار، يعني كأنه هيحصل كونفليكت او مشكلة ما بين عقلك وقلبك، وفي الاخر عقلك اللي هيقرر وعقلك هو اللي هياخد القرار. طيب الشخص ده بيشوفك ازاي؟ بيشوفك ان انت جذاب جدا، وبيشوف ان عندك هالة، وان انت كاريزماتيك، وبيشوف ان انت عندك كومبيتيشن عليك، يعني كأن في ناس كتيرة قوي بتحاول تقرب منك، ناس كتيرة قوي عايزاك، فهو يعني بيحس بالغيرة عليك قوي، ان هو عايز يسيطر عليك او عايز يمسك فيك يعني. بس انت مخبي حاجة وعندك سر على الشخص ده هو هيكتشفه، او انت يعني كأنك مخبي اسرار عن الشخص ده، هو مش عارف انت ليه بتخبي الاسرار ده، كأنه هو عارف الحقيقة بس سايبك كده، اللي هو ايه تخبي اسرارك براحتك تشتغله. ففي عندك سر مخبيه انت على البارتنر بتاعك او الحبيب بتاعك يا برج العقرب، انت مش عايز تبوح بيه، يعني في سر خطير او في مشكلة عندك مثلا، او امر عائلي او حوار في العيلة او قضية عندك، فانت عندك مشاكل كتير او عندك حوارات كتير او عندك اسرار كتير، البارتنر بتاعك او الشريك بتاعك او الشخص اللي انت بتحبه او الشخص اللي انت مرتبط بيه ممكن ما يكونش ما يعرفوش. في حد فيكم انت او البارتنر بتاعك عنده فيرز او عنده مشاكل، عنده خوف او عنده طاقة قلق، بس مع ذلك علاقتك مع الشخص ده قوية وعلاقتك بيه حلوة جدا، بس انت هتدور ظهرك للعلاقة دي يا برج العقرب. للأسف شايف العلاقة يعني علاقتك مع هذا الشخص فيها مشكلة هتحصل الأسبوعين الجايين دولت، او فيها حاجة هتحصل هتضايقكم من بعض، او ان انت هتبعد عن العلاقة، بس انت حاسس ان العلاقة دي كأنك دايما كأن حاسس العلاقة دي، عارف انت اللي هو استحالة يكون في شخص طيب كده، استحالة يكون في شخص في كل الصفات الحلوة ده، فكأنك انت عايز تمشي من العلاقة دي لان انت مش مستريح. فبرج العقرب عندك مخاوف كتير قوي، عندك مشاعر ناحيه الشخص ده بس انت مش وهو عنده مشاعر كتير ناحيته، بس انت مش مرتاح للنهايه، مش مرتاح ايه اللي ممكن يحصل بعد كده، او انت خايف، عندك طاقه شك او خوف من المستقبل، او خايف الشخص ده يسيبك او يجرحك او يوجعك، او انت حاسس ان كده العلاقه مش هتكمل، عارف اللي هو عندك نظره تشاؤميه ناحيه العلاقه بطريقه مش طبيعيه، وانت ما عندكش اسباب حقيقيه تخليك تبعد عن الشخص ده، يعني كانها اوهام. فانا شايفه ان انت يعني هتمشي من العلاقة أو تفكر تمشي من العلاقة، وان انت مش عايز يعني. طيب يبقى أكتر طاقة مسيطرة على برج العقرب الفترة دي طاقة خوف، طاقة قلق، طاقة ارتباك، طاقة عدم قدرة على أخذ القرارات، بالرغم ان العلاقة دي أنا شايفها علاقة ناجحة، علاقة بروميسنج، علاقة ممكن تستمر، إلا ان برج العقرب هيبقى خايف أو متشائم وحاسس العلاقة دي لا مش هتكمل، فهو ممكن يقرر الرحيل. طيب مشاعر الشخص من ناحيتك ده عايز إيه؟ هو عايز يكمل معاك، عايز العلاقه، بالعكس الشخص ده بيحبك، الشخص ده بيتكلم عنك كتير وبيتكلم عنك بطريقه حلوه، انا شايف ان الشخص ده يستحق فرصه يا برج العقرب، وشايف ان هو بيبسط معاك، بيقضي وقت معاك، عنده فن كده وسعاده، وبيتلكك عشان يكون معاك عشان يقضي وقت معاك، لان هو سعيد جدا جدا في وجودك في حياته يا برج العقرب، حتى لو مش بيبين ده بس هو فعلا سعيد يعني. بس انت مقرر ان انت خلاص مش دي الحاجه اللي انت بتحلم بيها، كانك انت حاسس ان سعادتك ناقصه مع الشخص ده، حاسس ان في حاجه ناقصه، حاسس ان انت مش قادر تديله زي ما هو بيديلك، او ان انت اصلا معطاء جدا يا برج العقرب ومشاعرك حلوه وفي نفس الوقت، بس انت حاسس ان مش دي العلاقه اللي انت مستنيها يعني. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، وبليز ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو او تعملوا لاف للفيديو، وتقولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه الفتره الجايه في شهر نوفمبر. فانت عندك زي فايت كده، بيج فايت او معركه ما بين قلبك وعقلك، قلبك بيحب الشخص ده ومتعلق بيه وحاسس ان هو انت بتتبسط معاه وبتفرح معاه وفي حاجه، والشخص ده طيب وكريم وحنين، بس عقلك رافض العلاقه دي لان انت حاسس ان هي علاقه مؤقته، وان الشخص ده مش هو اللي هيكمل معاك، وان الشخص كده ده كده كده ماشي كانه كده كده هيسيبك، فعقلك هو اللي بيخوفك، عقلك هو اللي عمال يحط متاعب ويحط خلافات.
بس انا شايفة ان انت عندك assumption في عقلك، عشان كده هتتخلى عن الشخص ده، مش علشان هو وحش، لا، انت عندك تخيلات او اوهام او assumption انت اللي متخيلها مولود برج العقرب. كمان شايف ان علاقتك بالشخص دي كويسة، بس في عوامل خارجية او مواقف خارجية خارجة عن ارادتك وارادته هي اللي بتبعدكم عن بعض الفترة دي. يعني كأن انت عندك مشاكل في حياته وهو عنده مشاكل في حياته، انت عندك حوارات في حياتك وهو عنده حوارات في حياته، فسبب البعد عن بعض ولا انت السبب ولا هو السبب، لا، هناك ظروف خارجية عنك وعنه. ممكن الشخص ده ما يكونش، لان انت دايما برج العقرب ما تبينش مشاكلك، انت مش شكاي، مش سهل تشتكي، فممكن الناس كلها تبقى شايفاك فرحان ومبسوط وسعيد وانترستد وانت من جواك مخنوق وعندك مشاكل، فانت بتدعي السعادة، بتدعي الفرح، بتدعي you're faking الهابي لايف، بالرغم ان انت ممكن تكون حياتك مليانة تعاسة ومشاكل وحوارات وعندك حاجات كثيرة قوي قوي مضايقاك. فالشخص ده عايز يقرب منك، عايز بداية جديدة، عايز يبهرك، ممكن يكون بقى يفضل يعملك حاجات كثيرة قوي عشان يبسطك، فهو هيعرض عليك مثلا سفرية مع بعض، يعرض عليك خروجة، يعرض عليك فسحة، يقولك تعالى مثلا نقضي وقت سوا مع بعض، تعالى نخرج. الناموسة الرخمة دي، حتة ناموسة يا جماعة، لهوي ايه ده، دي مش ناموسة، ده ناموسة بحجم الدبان. طيب، فانت الفترة دي فهو عايز يبهرك، عايز يقرب، عايز يعمل اي حاجة علشان يقرب منك، فهو هيحاول، يعني هو مهما انت بتقفله وعمال تصده هو بيفضل يحاول، وهو بيغير عليك لانه هيشوف ان في ناس تانية بتحاول تقرب منك، في ناس تانية هتحاول ان هي تشغل بالك، في ناس تانية هتحاول ان هي يعني هتحاول ان هي تبهرك. الشخص ده بيراقبك مراقبة صامتة جدا جدا، ما بيبينش ان انت بتراقب، بس انا شايفة ان الفترة دي انت مضغوط شوية برج العقرب، عندك شغل كتير، عندك مشاكل في شغلك، او عندك حاجة عاملة لك قلق، ممكن يكون قضائية، في عندك عايز تهرب كده من المشاكل يا برج العقرب، وعندك برضو مشاكل في العيلة او مشكلة في عيلتك، او بتحاول تحل مشاكل عائلية، وعندك بند مصاريف كتيرة قوي، يعني كأنك بتصرف فلوس والعائد اللي يعني مصاريفك اكتر من الفلوس اللي دخلالك بكتير جدا، وكأن مطلوب منك مبلغ كبير جدا انت بتدفعه في اخر الشهر ممكن ما يكونش معاك، يعني دفع دفعة او payment، فالحاجات دي مضايقاك قوي قوي. طيب، شايفة في طاقة برج مائي حواليك قوية جدا زي حوت او عقرب او سرطان، وشايفة برضو طاقة ابراج ترابية تور جدي عذراء. طيب، انت بقى عمال بتتخيل بقى اوهام يا برج العقرب. بص يا برج العقرب، انا شايفة ان انت اختار اللي يريح قلبك، اختار اللي يسعدك، اختار اللي انت حاسس ان انت مبسوط فيه، ما تخليش حد يجبرك على اخذ اي قرارات، يعني مش عشان شخص يصعب عليك تكمل معاه، او عشان شخص يصعب عليك تفضل معاه، او عشان انت زهقان. يعني انا شايفه ان عندك بانيك قوي جدا جدا، وشايف ان انت او اتجرحت كتير في حياتك لدرجه ان انت ممكن تكون في علاقه بيرفكت، وانت حاسس ان استحاله العلاقه دي تكون بيرفكت بالشكل ده، هو استحاله يكون في حد فيه كل الصفات الحلوه دي، فانت مش قادر تتخيل ان انت ممكن تلاقي السعاده وتلاقي الحب الحقيقي وتلاقي الدعم من شخص هو ازاي هو ما فيهوش غلطه، بالرغم ان انت ممكن تكون مع الشخص ده شديد، او الشخص ده انت بتتعبه او بتعمل معاه حركات مستفزه، بس هو ماسك ومثبت فيك، يعني الشخص ده مش عايز يسيبك خالص يعني. طيب، فبلاش تخلي علاقاتك السابقه تاثر على مستقبلك يا برج العقرب، مش كل الناس مش كويسين يعني. طيب، شايفه ممكن برضو الفتره من اول اخر اسبوع في شهر اكتوبر، سوري نوفمبر اكتوبر، ايه الهبل ده، اخر اسبوع في شهر نوفمبر يحصل شويه تاخيرات او تعطيلات، خدوا بالكم شمس ومريخ وعطارد هيبقوا موجودين في اخر اسبوع في شهر نوفمبر في برج القوس، فخلي بالك ممكن تبقى متضايق من حاجه، مخنوق من حاجه، زعلان من حاجه، يعني يحصل عندك كده اللي هو تبقى فيه هموم كده. طيب، حاول تتخلص من طاقه الماضي يا برج العقرب، يعني بلاش تتعلق بالماضي، بلاش تفكر في الماضي، بلاش تدور على الحزن، بلاش تدور على تشغل نفسك بحاجات ملهاش لازمه. طيب، شايفه كمان عندك خلق ضيق وخانقه، او ممكن تبقى بتعصبي شويه، ان اي حد بتعمل مع برج العقرب الفتره دي هتلاقيه متزهقن كده، مخنوق، وحيد، عارفين ان هو ايه، عصبي شويه، مش عايز يخش في مشاكل، مش عايز مواجهات، مش عايز مواجهه. طيب، برضو خلي بالك ممكن تحصل عندك خذلان من شخص قريب منك جدا، ممكن يكون شخص قريبك، او ممكن يكون شخص صديق ليك، ف
فيعني خليك كده وخلي بالك على صحتك يا برج العقرب. ممكن برضو يبقى عندك مشكله صحيه محتاجه ان انت تستريح. يعني شايفه ان برج العقرب الفتره دي بلاش خروج كتير، بلاش يعني تنطيط، حاول تستريح، حاول تبعد عن اي طاقه تضايقك، حاول تبعد عن مشاكل. لو لقيت حوارات هتجيب لك وجع دماغ ما تدخلش فيها. طيب انا شايفه ان انت برضو يا برج العقرب هتكتشف ان انت في علاقه انت كنت بتدي فيها اكتر ما بتاخد. علاقه انت كنت مثلا الشخص ده كنت عمال تدي تدي تدي، والشخص ده ما بيعملش اي حاجه غير ان انت ان هو بياخد منك. هتحس ان الشخص ده خلاص كفايه، انت هو عمال يستغلك، عمال يستغل حبك، عمال بياخد منك من غير سبب يعني. فالشخص ده كانه يعني انت هتحط حدود كتيره قوي في علاقاتك يا برج العقرب، وشايفه ان دي حاجه تمام جدا. او شخص بيستغلك في الشغل مثلا، بيخليك تعمل شغله وبتخليك تخلص له الحاجات المفروض يعملها، ودي حاجه مثلا هتكتشفها وتحس ايه ده بقى. طيب انا شايفه ان انت يا برج العذراء يا برج العقرب سوري، ممكن تدي ظهرك لعلاقه مع ان انت بتحب الشخص ده بسبب ظروف او بسبب طرف ثالث او بسبب ظروف خارجيه عنك وعنه او ظروف قهريه، مع ان الشخص ده بيحبك جدا جدا وحاشط بطاقه اعجاب وطاقه قويه من ناحيتك وعايز يقرب منك وعايز يعجبك وهيعمل كل حاجه عشان يبهرك. بس انت عندك هموم، عندك مشاكل، انت تعبان، عندك غرقان في مشاكل ماليه. برضو برج العقرب السنه دي كانت سنه ماليه صعبه جدا جدا على مواليد برج العقرب. برضو ممكن الشخص ده يكون مثلا برضو شايفه ان في شخص جديد ممكن يكون بيحاول يقرب منك، وانت برضو الشخص ده برج العقرب الناس السنجل على قد ما هو عاجبك بس على قد ما انت مش خلاص عندك ما عندكش طاقه، تعبت بقى، تعبت وعمال تقول انا ما عنديش طاقه اديها لاي حد. فشايفه ان في شخص جديد من برج مائي او برج ترابي هيحاول يقرب منك، هتتعرف عليه، هيعجبك، هيبقى فيه عارفين اللي هو بقى ايه طاقه كده اتراكشن جسدي، اتراكشن ما بينكم وما بين بعض. بس انت برضو عندك طاقه حيره في الحب، عارف حيره اللي هو اقرب ولا ابعد. طب ممكن يكون برضو في اطراف خارجيه بتاثر على علاقتك مع الشخص اللي انت بتحبه. وشايفه ان علاقتك العاطفيه الاسبوع ده فيها ups and downs، ليست بالافضل حال، بالعكس ممكن يحصل عندك انفصال او رغبه ان انت تدير ضهرك للعلاقه. العلاقه دي كانت مستقره وبالرغم من تمسك الحبيب او البارتنر بتاعك فيك، الا ان ممكن يحصل مشكله بينك وما بينه. عندك سفريه هتتبسط فيها الاسبوع ده يا برج العقرب، عندك زي ما قلت طاقه شخص جديد هيدخل حياتك للعزاب شخص جديد هيدخل حياتك. الشخص ده من اهم صفاته ان هو مختلف عنك، يعني مش 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 شبهك، ممكن يكون اكبر منك في السن، اصغر منك قوي في السن، من جنسيه تانية، من بلد تانية، مختلف عنك اجتماعيا، بعيد عنك، بتفرق ما بينك وما بينه مسافات كتيره قوي قوي. الشخص الجديد ده هيخطف قلبك وهتبقى حاسس كده ان في حاجه بتشدك ليه، وحاسس ان الشخص ده كومفورت زون ليك، او ان انت مبسوط قوي معاه وعايز تقضي وقت معاه وبتحس بالراحه النفسيه وانت بتتكلم معاه، وبتحس كده ان انت يعني هو شخص على فكره حساس جدا، شخص قوي، شخص ذكي، شخص ناجح، شخص اتراكتيف، فهو هيجذبك جدا جدا. وشايفه ان هيحصل تعلق بسرعه شديده بينك وما بينه، الا ان الشخص ده من اهم عيوبه ان هو ممكن يكون بيقول لك كلام بيجرحك، كلام يزعلك، يعني بيلطش في الكلام كده يا برج العقرب. قولوا لي يا جماعه بتتابعوني من مدينه ايه ومن بلد ايه، لو بتتابعوني من جوه مصر بليز تعملوا لايك، لو بتتابعوني بره مصر بليز تعملوا لاف للفيديو، بليز تعملوا شير كتير كتير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من المتابعين. عايزه اقول نصيحه لبرج العقرب في الكلام ده، هقول له ايه؟ هقول له يعني توقع لو حد زعلك او حد ضايقك يا برج العقرب ما تزعلش يعني، اوكي؟ هيبقى عندك فترة وعي الفترة الجاية، تبقى عارف ايه مصلحتك فين، برضو دي حاجة كويسة جدا، تعرف اللي ليك واللي عليك. انا شايف ان انت هتقابل الحب الحقيقي الفترة الجاية، بالرغم ان انت اتوجعت كتير، الا ان انت هيجيلك يعني هتقابل السول ميت، هتقابل الحب الحقيقي بتاعك الفترة الجاية. وفي شخص في حياتك هيعبر لك عن مشاعره، يعني عندك حد هيجي يعترف لك اعتراف بالحب، هيعبر لك عن مشاعرك. عندك طاقة انتظار خلصت يا برج العقرب، كأنك كنت منتظر شيء وخلاص طاقة الانتظار دي هتخلص وبتبدأ تريليز، وعندك طاقة استشفاء حلوة جدا جدا جدا. بعدين شايفة ان انت في مواجهة وجهة لوجه مع الشخص ده، او وان تو وان، او كلام من القلب هتعملوه مع بعض. زي ما قلت عرض حب من برج مائي او من برج ترابي، وشايفة ان انت يا برج العقرب محتاج ريلاكسيشن، محتاج تاخد اجازة تريح دماغك. وعندك شخص جديد هيدخل حياتك بعد يوم 20 نوفمبر،
وخلي بالك من افكارك وطاقتك الفتره دي، بلاش افكار سلبيه تسيطر عليك، بالعكس حاول تحول كل الافكار السلبيه الى افكار ايجابيه في حياتك يا برج العقرب. ويبقى شايفه برضو عندك تغيرات ترانزيشن في حياتك، وان انت هيبقى عندك نهايه وبدايه جديده للافضل. وممكن تضطر ان انت تغير وظيفه او تغير البلد اللي انت فيها او تغير علاقه او تغير شغل او تغير، في طاقه تغيير قويه جدا جدا عندك الفتره دي. ماي ادفايس لبرج العقرب، لو هقول رساله لبرج العقرب، بطل تكون بيبل بليزر يا برج العقرب، يا بطل تكون ما بتعملش اي حاجه في حياتك ان انت عايز تسعد الناس اللي حواليك على حساب نفسك. يعني بالعكس، حب نفسك زي ما بتحب الناس، بطل عطاء على الفاضي يا برج العقرب. شكرا، بحبكم جدا جدا. قولوا لي تحبوا نتكلم عن ابراج ايه، قولوا لي يا برج العقرب القراءه دي بتتفق معاكم ولا لا. شكرا، باي.